السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاي كوميرس. الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي نكريت الريليشن بتاعتنا والموديل اللي باقي من الميجريشن اللي احنا كريتناها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا كريتنا الموديل البرودكت بس، وهنبتدي نهندله النهارده ان شاء الله. نبتدي نكريت بقى بقيه الموديل اللي احنا عايزينها. اول حاجه هنقول Predictive available عشان ناس assignment. ممكن نروح ناخد الفيل من ال database ونبتدي نعدل عليه. تمام، دي كل الفيلدات اللي عندي. انا كده كريت ال available. نكريت ال relation. طب عشان نكريت ال relation هنعمل ايه؟ لازم يبقى في موديل موجود، فنروح نكريت الموديل. Will PHP artisan make model have a model اسمه stock and will PHP model order order details او detail عشان نبقى ماشيين مع best practice ل Laravel. تمام كده، انا عندي موديل لكل التيبلز اللي عندي. نقول function اسمها stock with this has many stock مش محتاج كريت، محتاج اقول له ان هنا البرودكت اي دي، لان احنا هنسميه هنا البرودكت اي دي. فهو باي ديفولت هياخد ال فورين كي. كمان هنعمل العلاقة ب الاوردر. هنقول اوردرز this has many برضو has many has many app order the deal. نفس الفكرة، هو ياخد الفورن كي. بالتالي هنا أنا ربطت الأوردر. كمان هنا ممكن اقول لليوزر اللي كاريت البرودكت ده، فاول يوزر this belongs to app user. وكذلك في الكاتيجوري والبراند نفس الفكرة، هتغير المسميات براند براند هنا كاتيجوري كاتيجوري كده. دي كل الريليشن الخاصة بالبرودكت. تعال نروح بقى للـ الـ order مثلا. protected
Merhaba. ريليشن، هنا هيبقى فيه تو ريليشن، ريليشن باليوزر اللي عمل الاوردر ده، نقول يوزر belongs to lab user relation تانية بال orders details عشان ترجع لي بال orders. أو details as name order details تمام كده. كل ال relation خاصة بال order خش على ال order detail. هنا ممكن نعمل guarded. طيب ننتقل relation. ريليشن طبعا هيبقى عندك كذا ريليشن في الاوردر ديتيل. عندك اول ريليشن طبعا اكيد، بس عندك ده هيبقى الاوردر. الاوردر طبعا هيبقى belongs to الاوردر الفلاني. الاوردر طبعا هيبقى belongs to this belongs to that order. Product طبعا هيبقى belongs to تمام كده. دي الريليشن الخاصة بالاوردر ديتيل. ننتقل للستوك طبعا، بروتكتد جارد برضو ريليشن خاصة بالستوك. طبعا هي ريليشن واحدة هتبقى خاصة بالبرودكت. يبقى return this belongs to lab app product. تمام كده كل الريليشن عندي جاهزة. نبتدي بقى من الفيديو الجاي ان شاء الله نبتدي نكريت الكنترولر بتاع البرودكت. نبتدي نتعامل بقى مع البرودكت كفيو كشغلنا الطبيعي، لان كل حاجة جاهزة. الداتابيس عندنا كاملة، الريليشن عندنا كاملة. نبتدي بقى نكريت البرودكت والاوردر الخاصين بالادمن عشان نبقى انتهينا تماما تماما من الادمن. نبتدي نركز على الويب سايت. اشوفكم الفيديو الجاي.